ومن ستر مؤمنا، معليش انت شفتو دير باللي ما شفتوش، وانت سمعتو دير باللي ما سمعتوش، ومن بعد كي تشوفو تسمع ماشي بحالك تقول له واش راك لاباس، نعطيك طالع واش من طالع تعطيلو، راك تفضح مخلوق تفضحو، ولما فضحتو وتلذذت بفضحه، شغل راك تضرب في الشواء، راك تضرب في الميرلو في المدراك، وجابوا لك كروفات رويال كي راك تفضح فيها تلذذ، ساعتئذ انتظر سيفضحك الله. وجا في واحد الحديث قال ومن تتبع، راك تتبع في العورة نتاعو باش تكشفها، هذا حديث هذا مش كلام شيخ رشيد، تتبعت عورته، تتبع تعرف علاش تتبع فيه، تتلذذ بفضحه، في قلبك حاجة حاب تخرجها وجات له كازيو شي هي باش تفضحه، فتتبعت عورته لتفضحه، فضحته. كاين واحد راح يتبع العورة تاعك، شكون؟ قال تتبع الله عورته، تتبعت عورته لتفضحه، كاين ربي الآن يتبع العورة نتاعك وستفضح بين أهلك. ولهذا من فضح، من فضح؟ فضحه الله، ومن ستر ستره الله، ومن أعطى أعطاه الله، ومن منع منعه الله، الجزاء من جنس العمل. تتحرك تتحرك رب العالمين لك بالمرصاد، لا لا يا خويا أنا غفرت لك، علاش الوقت اللي يقول أنا غفرت لك قال الله غفرت لك، وتقول أنا والله العظيم زوجتي والله لا أخبرها بهذا الأمر، وهذا الأمر هذا والله غير ندخل به القبر ولا يسمع به واحد، ولو كان بوي لما سترته كي نجيو لهيه كي نروحو لهيه، ليه الأمور مفضوحة، كل واحد والدوسي نتاعو ومفضوحة الحالة، هذاك نهار تاعو الله ما تتفضح، أقسم لك بالله أن الله لا يفضحك ذلك اليوم، تعرف أنا خاش كانت فيك واحد الخصلة أنك كنت تستر على عباد الله، ولما كان هذا حالك سترك الله يوم القيامة يوم الفضائح، حيت تعرفوا هذا فضائح كبيرة تكون يوم القيامة، تبلى السرائر، قال وبدا لهم من الله، إيش معنى بدا لهم؟ ظهر لهم، كاين أمور نساوها، كاين أمور داروها ورموها تكوتي، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، هذاك النهار أنت راك في أمان، أقسم لك بالله غير هذاك النهار غير راك في أمان تاع ربي وضمان تاع ربي، تعرف علاه؟ لأنك كنت تستر عباد الله. وجاء في الحديث اللي بدينا به الحلقة ومن ستر مسلما وش جزاؤه؟ قال ستره الله يوم القيامة. الله يعلمنا هذا الخلق النبيل، الستر الستر، من كان في حاجة أخيه، الجزاء من جنس العمل. راه عندي مريض وراني حاولت والمحاولات باءت بالفشل، هات الملف لهنا، السلام عليكم عندي حالة طارئة ولازم التدخل سريعا لأن الإنسان كذا كذا، غدوة الحد جيبه يا فلان، غدوة الحد رفد الملف تاعك ومريضك وروح، من كان في حاجة أخيه وش عنده؟ كان الله في حاجته. أنا راني عارف بالحديث تحظه، ماني عارف، من ستر مؤمنا من كان في حاجتي والله في عون العبد ما دام العبد في، أنا عارف بلي تحضركم ما شاء الله، سيبقى السؤال أين هم العاملون، مش أين هم الحافظون،
أين هم العاملون 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 الذين يقولون ويعملون ويفعلون؟ النصوص ما شاء الله تبارك الله من نصوص الوحي من القرآن والحديث ما شاء الله، أين هم العاملون؟ أين هم العاملون؟